متتبعي قناة فرنس بريس، فجرت القضية تتعلق بجواز التلقيح والزيادات اللي عرفتها بعض المواد الغذائية في الأونة الأخيرة قضية التواصل لدى الحكومة الحالية أو الحكومة اللي سبقتها، بحيث ما تيجمش استحضار واحد المعطى أساسي في هذه المسألة هذه، ومسألة التواصل مع الناس ومع المواطنين من أجل تفسير القرارات اللي تتخذها الحكومة. هذا في الحكومة السابقة عاب مجموعة من المتتبعين والمراقبين والمواطنين عليها ضعف التواصل وضعف يعني تفسير القرارات اللي تتخذها، وتتخذها معظم القرارات اللي اتخذت في هذه القضية في هذه المدة تاع كوفيد كانت قرارات تتخذ في ساعات متأخرة من الليل. هذه الحكومة الحالية أيضا اللي قالوا الناس أنها تتكون من مجموعة من الكفاءات مشات على نفس المنهج، وتم فرض جواز التلقيح وزيادة في بعض المواد الغذائية، ولكن ما كانش التواصل لتفسير هذه القرارات. هذا أنفاس باريس خرجت للشارع وسولت المواطنين حول هذه القضية هذه. الحكومة اللي جات الجديدة اللي جات تقول بأن حكومة الكفاءات وحكومة هذا، واش بالنسبة لك أنت واش تتواصلوا مع الشعب مزيان؟ الدليل هو الشيء اللي وقع في جواز التلقيح والزيادة في الأسعار، شنو رأيك؟ فبالنسبة لي أنا الحكومة ما كاينش التواصل، خصوصا أنه هو اتخاذ السرعة في القرارات. فأنا كيبان لي اتخاذ السرعة في القرارات، ما كاينش كفاءات، حيت الكفاءة هي اللي الإنسان كيفكر في السلبيات والإيجابيات. حنا عاذرا لأن الحالة الوبائية اللي في المغرب صعيبه شويه، وكتبغي بزاف ديال 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 التفكير والصبر. ولكن بعض المرات نعطيك عام مثال بسيط، كتمشي للاداره تيقول لك مثلا انا حط فلوسي في البنكه، حقي هذاك فلوسي، كتدخل تيقول لك لا سير جيب زواج التلقيح، ولكن انا فلوسي هذوك خصك تعطيهم ليا، ما تقولش لي لا سير جيب زواج ديال التلقيح، متفقين؟ دونك انا تيبان لي ما كاينش التواصل، بزاف القرارات تخدات بحال هكا تنزل علينا بحال الصاعق. انا مشيت للحانوت قال لي زيد 10 دراهم، ما فهمت والو، تخاصمت مع مول الحانوت. يعني تيبان لك انت عنصر التواصل خاص يكون مهم في اي حكومه؟ شوف، التواصل هو النجاح بزاف الحوايج، التواصل داخل في النظام، داخل بزاف الحوايج. ملي تيكون التواصل كنكون معلوم، ديك الساعه ملي غتعلمني غناخد انا الاحتياطات ديالي، باش ديك مثلا كما تلعتت قبل في البنكه غتقول لي خصك جواز تلقيح باش تدخل البنكه، نمشي نحط لي فلوس ديالي من البنكه ونريح براسي في داري. انا ما كنقولش لهم لا، يعني يديروا داكشي اللي خصو يدار، ولكن علمني باش انا نكون مستعد باش انا نقدر ندير الامور ديالي بكل حريه. بالنسبه لهذه القضيه ديال جواز التلقيح، هو مزيان لانه كيمكنك انك تدخل تقضي الاغراض ديالك في الابناك ولا في المستشفيات ولا اي بلاصه. دونك هذا التلقيح بحد ذاته كيمكنك انك تحافظ على الصحه ديالك. دونك غير هو كاين واحد الاشكاليه، انه كان واحد لو مونك دو كومونيكاسيون، فهمتيني؟ هذا هو الاشكاليه الوحيده في هذه الناحيه. هذا يعني بالنسبه لك ما كانش التواصل اللي هو كبير في هذه القضيه؟ كان واحد ام تي بو لو مونك دو كومونيكاسيون. وي، واش تقول في هذه القضيه تاع التواصل، واش خاص تكون تا ولا ما؟ بيان سور، اي حاجه خاص تكون واحد لا كومونيكاسيون بيان افون، كوم سا الشعب يكون على درايه بما يقع، فهمتي؟ ما خاصهمش يكونوا دي ديسيزيون بريز دون لي ميديا، وحيت هذه سا بيرتورب ام تي بو لو بوبل ماروكان. كان التواصل وكانت الاخبار، وكان يعني التحسيس بهذا الشيء، وكان الامور غاديه هي هذيك، والناس اللي داروا طوعوا راهم خداو من مع الجرعه الثانيه، راهم خداو البطاقه ديال التلقيح ديالهم. يعني بالنسبه لك ما كانش مشكل على مستوى التواصل؟ مش مشكل، وكانت عاديه. يعني انا بالنسبه لي خرجتها من البيرو ومشيت للسيبير تيريت المسائل ديالي. حتى في العمل ديالنا حنا دابا نيت، انا كندير كومي اون ديوان، يعني العمل ديالنا حنا درنا الوثيقه في البيرو بان الناس اللي ملقحين والناس اللي باقيين ما ملقحينش علموهم بانهم يديروا التلقيح ديالهم. لا، ما كاينش تواصل. دابا راه سميتو برزتو عباد الله، كان نورمالمون كنخصو التواصل على الاقل واحد 15 يوم ولا 21 يوم يكون واحد التواصل باش نستعد. ودابا سميتو الناس برزتوهم، كتمشي للمقاطعه، تمشي للبنكه، كتمشي للسينيسيس، تمشي ليدي، كلهم صافطو لك خصك دير سميتو جواز التلقيح. وكاين مسكينين اللي ما عندوش الوقت، وكاين اللي سميتو اللي باقي ما دارش التلقيح، وكاين حتى المواطنين حتى هما ساهموا في هذا الشيء. والمواطنين سميتو بقاو حتى الاخر عاد وبداو كيديروا التلقيح. يعني بالنسبه لك كان تقصير على مستوى التواصل بالنسبه للحكومه؟ التواصل ما كاينش، كما كانوا كيديروا التواصل كيديروا اشهار بين خصكم تلقحوا، التلقيح راه ضروري، كان على الاقل واحد التواصل باش يقول لك بلي راه غنديروا واحد جواز التلقيح، يبغى تقضي الاغراض ديالك في سميتو الاداريه، خصك يكون جواز التلقيح باش تقدر تقضي الاغراض ديالك، ولكن هو ما كاين لا تواصل لا والو. حتى الساعة ما فهمنا فيهم والو. هاد الناس هادو، هاد الحكومة الجديدة هادي،
باقي ما شفنا منه حتى شي حاجه باش يكون شي تواصل ولا شي حاجه. ما كاين والو نورمالمون خص يكون التواصل. واخا الحكومه اللي قبل منا بعدا كانوا عندها الاخطاء بزاف وداك الشيء، ولكن في هذه الناحيه ديال سميتها كورونا كاين التواصل. كانوا كتشوف اشهارات على سميتو الاخطار ديال كورونا والاعداد ديال تاع التلقيح اللي دوزوا، ولكن هادو غير جا في البلاصه قال لك خصك ديروا سميتو جواز التلقيح.